بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل طلب العلم مسلكا من مسالك الجنة ورفع أولي العلم درجات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى القائل: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة الشيخ مصطفى مغني، أساتذة الكرام، طلبة وطالبات معهد العصر دار المغني المالكي للتربية الإسلامية، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء وبعد التحية، أحيطكم علما أني زرت هذا المعهد المبارك عام 2018 ميلادية، وكان اللقاء رائعا بمدير المعهد وأساتذتي وطلبته وطالباته. أيها الأساتذة الكرام، أنتم ورثة الأنبياء، تورثون العلم وتنشرون العلم لناشئتنا، فهنيئا لكم، ورفع الله قدركم ودرجاتكم بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الآية مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خص الله تعالى العلماء بالخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنتم أيها الطلبة والطالبات، اشكروا الله تعالى أن خصكم بالعلم ولعلم وحيه تنهلون وتغرفون منه، وسلك بكم طريق العلم والتعلم الذي هو طريق الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافير. والحديث أخرجه أبو داود، واللفظ له الترمذي وابن ماجه أحمد. فأنتم في أندونيسيا إذا كنتم من أهل العلم، وهو كذلك، ترثون ميراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكبر الفضائل والنعم عليكم، على بعد، على رغم المسافات، وأنتم تنهلون من علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ميراث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان السلف الصالح حريصين على تعلم الدين والعلوم الشرعية، حيث أخذ الصحابة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبثوه ونشروه بين الناس في الأمم، وبلغوه للأمة بعدهم حتى وصلنا ووصلكم، الحمد لله تأخذونه الآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد أنفاسه. ولا يخفى عليكم شيخي مصطفى مغني وأساتذتي وطلبة المعهد أن العلم نور للعقول وضياء للحضارات، وقد حث الإسلام على طلبه والرغبة فيه لما فيه من منافع وخير للبشرية وحفظ للدين وبيان للحق. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا دليل على علو شأنهم ومكانة فضلهم وشرفهم في الدنيا والآخرة. ولذلك فقد جعل الله من يعلم ويجهل كمن يبصر ومن هو أعمى، لا يستويان. فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وأقول للطلبة والطالبات: إن طلب العلم إذا أريد به وجه الله تعالى نال صاحبه الأجر العظيم والثواب الجزيل، فالزموا ذلك حفظكم الله، وتمسكوا بالعلم فهو ينفعكم في الدنيا والآخرة. ثبت في الحديث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأخلصوا وثابروا في طلب العلم، وفقكم الله وأصلح شأنكم ورفع درجاتكم ويسر أمركم وسهلنا اللقاء بكم قريب غير بعيد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.